جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كثيرا ما أرى بعض الشباب وبعض الشابات في صورة لا يقرها الإسلام، كيف أتوجه لهم بالنصيحة جزاكم الله خيرا؟ بين لهم أن هذه الحالة التي هم عليها محرمة، وأن المرأة مأمورة بالستر ومأمورة بالتحفظ عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، وكذلك الرجل مأمور بالابتعاد عن الفتنة والاحتفاظ بنفسه عن الوقوع فيما يجر إلى الفتنة، مأمور بغض البصر، مأمور بعدم الاختلاط بالنساء، مأمور بعدم الخلوة مع المرأة التي لا تحل له، منهي عن مكالمة المرأة على سبيل المزاحة أو الكلام الذي يجر إلى شهوة، وإنما يباح له أن يكلمها بحسب الحاجة وبطريقة مألوفة ليس فيها فتنة. نعم.